في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الوطني إقصاءه للمرتزقة السوريون الموالون لأردوغان بين أسير وقتيل واستهدافه للميليشيات المسلحة التابعة للسراج، فيديو جديد من داخل طرابلس بين فيه عددا من المرتزقة السوريون وهم يمكثون في أحد منازل المواطنين، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بين فيه وجود مرتزقة سوريون داخل أحد منازل المواطنين بطرابلس. يا نفسي توبي وقدمي شيء لله. المرتزقة السوريون التابعون لأنقرة يواصلون انتهاكاتهم لمنازل ومزارع المواطنين ويستخدمونها مقرا لإقامتهم، فيما كشفت الصحفية الأمريكية ليندا سنيل إن حكومة الصغيرات شرعت بنقل معظم المرتزقة السوريون إلى معسكر اليرموك بطرابلس. وأضافت سنيل في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المرتزقة السوريون أبدوا استيائهم وانزعاجهم من هذا الأمر، مشيرة إلى قول أحد المرتزقة السوريين أنه كان يمتلك منزلا جميلا في طرابلس، فيما لقي المرتزق السوري المدعو محمود عبد حمادة الملقب أبو عبدو مصرعه إثر الضربات الجوية لسلاح الجو التابع للقيادة العامة، فيما أكدت مصادر عسكرية أن أبو عبدو الذي يحمل رتبة نقيب لقي مصرعه وعدد من رفاقه إثر ضربة جوية شرق مدينة مصراتة استهدفت تجمعا للحشد الميليشياوي والمرتزقة السوريون والغزاة الأتراك. الفيديو الجديد الذي انتشر للمرتزقة السوريون في طرابلس جعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون، هل يوجد محاور قتال في أحياء طرابلس لكي يستخدم المرتزقة منازل المواطنين؟ أم أنها مكافأة مقابل ما قدموه لسلطانهم أردوغان؟ لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.